عندنا النهاردة نص كيلو من اللحمة المفرومة تكون فيها يعني ايه نسبة من الدهون ما تقلش عن 20%. طب القطعية اللي تخلي طعم البرجر معانا طالع حلو قوي كده وله عرق كده وما يفكش ويفرط مننا، ان احنا مثلا لو نص كيلو لحمة هنستخدم ربع كيلو من وش الفخدة وربع كيلو من اللحمة الموزة، وما تستغربوش هنفرم الاتنين مع بعض هيدوكي كده برجر خطير جدا له عرق كده ولذيذ قوي قوي ومش هيفك منك كده ويتمطور منك ويتفتت. تعالوا بينا بقى نشوف كمان ده كده البرجر. برجر عبارة عن ايه؟ لحمة وملح وفلفل، تمام، بدون اضافات خالص. اما الاضافات بقى اللي احنا هنضيفها للساندوتش بتاعنا فهتكون البصل المكرمل. هنحتاج 4 بصلات كبار كده، يفضل يكون بصل ابيض علشان ما يكونش لونه مسود بعد التسويه ومأكسد. هنحتاج زي ما قلنا 4 بصلات لونهم ابيض هيكونوا متقطعين جوانح، حوالي ربع كيلو من المشروم متقطع برضو شرايح، مكعب من الزبده، مكعب كبير من الزبده، ومعلقه كبيره من السكر، وملح وفلفل اسود. دي كده مقادير البصل المكرمل بالمشروم اللي هندخله كده مع البرجر عشان يديله طعم حلو جدا. طيب ساندوتش البرجر بيبقى محطوط في ايه؟ محطوط في حاجات كتيره جدا زي الخس، شرايح البصل، شرايح الطماطم، ممكن كمان نحط صوص جبنه او شرايح جبنه المتاح عندنا. انا والله ما حطيتهاش النهارده وسايبه الموضوع ده اختياري ليكو. كمان هنحط الكاتشب والمايونيز للناس اللي بتحب. فدي كده مكونات الساندوتش بتاعنا. تعالوا بينا نبدا، يلا نشوف هنعمل ايه في اللحمه بتاعتنا الاول كده. في الكبه، تمام، لو متاح عندنا كبه، لو مش متاح بايدينا هحط اللحمه مع الملح والفلفل واعجنهم كويس بحيث ان انا اخلي كده في ايه تماسك في انسجه اللحمه، بتعمل شبكه كده مع بعض علشان ما تفكش مني اثناء التسويه. وتعالوا كده ناخد الملح والفلفل وناخد اللحمه المفرومه اللي زي ما اتفقنا فيها 20% دهون علشان تدينا القوام اللي هو نقول عليه ايه الجوسي للبرجر، ما يبقاش ناشف، تمام. لو استخدمتي لحمه حمراء صرف فهتلاقي قطعه البرجر ناشفه، اما الدهون اللي بتتخلل البرجر دي اللي بتخليها طريه كده وليها طعم لذيذ. تعالوا بينا نحط كمان الفلفل الاسود والملح وبس زي ما اتفقنا، مش محتاجين اي اضافات. كل النكهات والاطعمه اللي احنا عايزينها هناخدها من الاضافات اللي احنا هنضيفها على الساندوتش. فتعالوا بينا يلا نضرب دول في الكبه كويس. عاملين فيها مقلب القطعه اللي هنا يا شباب. يلا طيب، على بال ما يبتدوا يدخلوا لي بقيه الكبه بتاعتي فتعالوا بينا كده نشتغل في الصوص، تمام. وزي ما اتفقنا او مش صوص، هو بصل مكرمل كده بنضيفه على البرجر في الساندوتش بيدي بقى طعم لذيذ كده ومسكر كده وطعم بقى حلو قوي قوي. فتعالوا بينا ناخد الزبده، هنا هنهتم بقطعه الزبده شويه، نكبرها شويه كده. يلا، وطاسه على النار بتسخن ما شاء الله. انا كده شغلت على التسطيم، الطاسه اللي هعمل عليها البصل المكرمل والجريل اللي هعمل عليه السماش برجر. فتعالوا بينا كده ناخد يلا قطعه الزبده ننزلها في الطاسه ونستنى بس ايه تسخن مننا شويه كده علشان نقدر نضيف بعد كده البصل اللي متقطع جوانح. وزي ما اتفقت معاكو ان البصل يفضل يكون ابيض لان البصل الاحمر في التسويه سواء بقى في سواء هنكرمله هنحطه نحمره مثلا نشوحه عشان نحط عليه طماطم ونعمله خضار بيتعرض للاكسده، تمام، لانه غني بالحديد، تمام، بيتعرض للاكسده وبتلاقوا لونه اغمق قوي بيبقى شكله مش حلو خالص في الاكل، هو يفضل ان هو يتاكل ني اكتر، تمام. فهنستخدم البصل الابيض علشان يطلع لون البصل المكرمل كده لونه حلو جدا. تعالوا بينا نركب بقى تاني، معلش. طيب بسم الله، زي الفل، يلا بينا.
يبقى نقول بديل الكبه. لو انا ما عنديش كبه في البيت هعمل ايه؟ زي ما قلنا هنعجن كويس جدا. هبتدي احط الملح والفلفل واعجن كويس قوي قوي اللحمه مع الملح والفلفل، بحيث ان انا اعمل شبكه من الياف اللحمه علشان تبقى متداخله مع بعض، وما تخليش وحده البرجر وانا بعملها الاقيها مفتته وبتتفرفت مني، ودي مشكله بتقابل ناس كتير. فتعالوا بينا كده يلا ناخد بقى اللحمه بتاعتنا، قلنا على قطعيه حلوه جدا جدا علشان تديكي نتيجه حلوه قوي. بسم الله. وادي اللحمه هنزلها بقى كده. نسبه الدهون مهمه جدا، يعني هما جايبين النهارده اللحمه حمراء قوي على غير العاده، فاللحمه المفروض يبقى فيها جزء من الدهون. كل ما كانت الدهون نسبتها حلوه، اللي هي نسبه حوالي 20%، زي ما قلت لك بتدي قوام وطراوه لقطعه البرجر. تمام، تعالوا بينا بقى كده. هنا خلاص السمنه ابتدت تسخن اهي، او الزبده سخنت معانا، هي زبده افضل. احط البصل بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ونخلي بقى البصل ايه يتكرمل وياخد لون كده معانا لطيف جدا جدا. وهو بيتكرمل كده تعالوا بقى نعمل السماش برجر. نجيب كده مكبس. تمام. وعندنا جزء من اللحمه هاخده اكوره، طبعا ده يرجع لحجم العيش بتاعك، يعني على حسب حجم العيش بتاعك بالشكل ده. ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن نعمله داخل كيس تلاجه، نفتحه بالشكل ده كده ونعمل له السماش هنا بدل ما نعملها في الطاسه، دي حاجه هتبقى مريحه اكتر. بصوا كده معايا، باي حاجه بقى مبططه، يعني باي حاجه، مش لازم يكون مكبس البرجر، ما عنديش مكبس برجر، فاي حاجه مبططه حتى لو ايديا هضغط بايديا وانزله. يلا بينا كده بيطلع بقى بالشكل العشوائي ده. خلاص، ونروح على الطاسه بتاعتنا ونحط فيها معلقه زيت، معلقه زبده. لو البرجر غني بالدهون مش هتحتاجي حاجه خالص، لانه مجرد ما تحط على النار هتبتدي الدهون تنزل منه وتديكي النتيجه اللي انت عايزاها. بس انا شايفه ان البرجر عندي ما فيهوش دهون كافيه، يعني عشان كده احط ايه معلقه من الزيت على الشوايه بتاعتي او على الجريل بتاعنا. ويلا ننزل كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هتلاحظوا معايا ان قطعه البرجر ماسكه نفسها مش مفتته زي ما قلت لك، وده نتيجه ايه؟ ان احنا عملناها في الكبه. وزي ما قلنا بديل الكبه هو ان احنا نعجن كويس قوي قوي اللحمه مع الملح والفلفل. طيب والبرجر بيتعمل، تعالوا نقلب البصل اللي بدا ياخد كده شويه لون. واحنا بنحمر البصل وبنديله لون كده علشان ناخد طعم حلو قوي ولمعه حلوه قوي للبصل وكرمله اكتر، فهنحط معلقه من السكر ونسيبها بقى تتكرمل كده مع البصل. نيجي للبرجر بتاعنا ونبتدي اقلبه، معمول قدامكم، مضغوط قدامكم واتعجن قدامكم زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك، ماسك نفسه مش متفتفت ولا متفرفت معانا جوه الطاسه. هروح اجيب طبق بقى كده نطلع فيه. بسم الله بسم الله. اطبقنا فين؟ خلي بقى ده جنبي كده عشان اطلع فيه. وقبل ما دي تطلع هكون مجهزه واحده تانية علشان انزلها بعد ما دي تتشال دي تتحط. تاكلوا بقى احلى برجر احلى من احلى محل. وكمان ممكن نضيف على اللحمه المفرومه، تعملي القطعيه مكونه من ثلاث اجزاء، يعني عندك الجزء او القطعيه بتاعت السن بتبقى غنيه كده بالدهون، دي هتبقى حلوه جدا وهتديكي طعم حلو قوي قوي. ممكن بقى نعمل مزيج كده، يبقى سن وموزه
ووش فخده، الاثنين يتعملوا مع بعض ويتفرموا مع بعض وتعملي منهم احلى برجر، هيديكي نتيجه اكتر من روعه تماسكا وطعما وشكلا وموضوعا. بصراحه نقلب بقى كده البصل، زي ما شايفين كده البصل بدأ اهو يلون معانا ويظبط حلو قوي. بدأتوا تشوفوا كده في البصل لمعة حلوة قوي، ده نتيجة السكر اللي احنا ضفناه. خطير خطير خطير. ناخد كده جزء تاني، حاولي توزني ايديكي بقى وتعملي كل وحدات البرجر تبقى قد بعضها بالشكل ده. طيب انا عملت دي بالمكبس وانا ما عنديش مكبس في البيت، طب اعمل ايه لو ما عنديش؟ بايديا، بصوا بضغط كده بايديا اهو واخلي بس الارتفاع، اهم حاجه الارتفاع يبقى متساوي، يبقى الاطرف زي الوسط زي كل حاجه بالشكل ده، ولا اسهل من كده. يلا هنشيل كده قطعه البرجر، ما تطوليش عليها كمان النار، اولا هي لحم مفرومه ما بتحتاجش وقت كبير، خليها كده محتفظه بالطراوه بتاعتها، كل ما قعدت وطولت على النار كل ما هتنشف معاكي تطلع مش لطيفه. نشيل دي بقى كده اهو وننزلها هنا ونقلب البصل اللي بدا خلاص يلون معانا ويبقى زي الفل. وصلنا للمرحله دي وقبل ما البصل يتحروق مننا هبتدي انزل المشروم. هنا بقى المشروم هيعمل ايه؟ المشروم غني بالسوائل، غني بالميه، فهتبتدي الميه اللي في المشروم تبتدي تنزل بقى وتخلي كده يبقى فيه رطوبه في الطاسه، فيبتدي المشروم ياخد من طعم ولون البصل المكرمل، وهما الاثنين يدونا يعني نتيجه هايله جدا. رشه بسيطه خالص من الملح، رشه بسيطه من الفلفل، كمان ممكن نضيف بقى معلقه من الصويا صوص، بس انا ما حبيتش احط، خليت الموضوع ابسط ما يكون علشان مش عايزه اجهدكم في طلبات كتير. ده الفلفل الاسود تمام. والله عندنا في البيت في صويا صوص، فمعلقه منه هتظبط معايا الطعم والشكل واللون وكل حاجه. نعم، او ورشستر شاير ممكن، لو في ورشستر شاير صوص برضو هيبقى حلو. تاني الديمي جلاس، الديمي جلاس هيخلي معانا يبقى فيه صوص، لازم ندوبه في ميه ونحطه فيبقى الدنيا فيها صوص زياده، انا عايزاه يبقى لحد ما مكرمل كده وناشف تمام. وده اوبشن تاني برضو لو عندنا، لو عايزين نبقى يبقى فيه صوص كده، بس الصوص ده في الساندوتش بيطري قوي وبيخلي الدنيا مش احسن حاجه. بصوا اللون كده خطير، بصوا الجمال، اللهم بارك، تحفة، أنا مش عايزة أكتر من كده. بقى جاهز معانا شوية بصل مكرملين مع المشروم علشان نضيفهم جوه الساندوتش ويدينا طعم كده لذيذ ومسكر قوي للبرجر. هنقلب دي، بدأنا نعمل بقى سندوتشات برجر اللحمة أو السماش برجر. تعالوا نشوف ترتيبة الساندوتش بقى، زي ما قلت لكم يعني طبعا الناس اللي بتحب الجبنه فالجبنه معاها تبقى خطيره جدا جدا. تعالوا كده ايه نبدا ساندوتش من البدايه، بس نشوف اللي على النار الاول. تحفه. تعالوا نبدا زي ما قلت لكم الساندوتش من البدايه كده، هنجيب العيش الكايزر وهبتدي احط في الاول كاتشب مايونيز مستردة لو حابين، ليه بقى؟ علشان لما احط حاجه تبتدي تمسك في العيش تلزق يعني تمام. ففي الاول كده طبقه بالشكل ده، وبعدين عندنا الخس، هبتدي احط الخس تمام علشان ناخد بقى النتيجه حلوه، تلاقي بقى الساندوتش كده ايه ماسك نفسه والحاجه جواه ما بتقعش منه. خلاص حطينا الخس زي الفل، بينا بقى نروح ناخد واحده برجر نحطها سخنه بقى. الله بقى، لو عندي شرايح الجبنه بروح احطها على طول على البرجر وهو سخن فتسيح معاه، او صوص جبنه المتاح. وزي ما قلنا مش حابين ان احنا نتقل سوا على
البرجر كتير علشان يبقى محتفظ بالطراوه بتاعته، وادي البصل المكرمل مع المشروم اللي هيدي طعم بجد خطير جدا للساندوتش بتاعنا، شريحه طماطم، بصل، يفضل بقى تقطيعه البصل والطماطم هنا تكون رفيعه على قد ما تقدري علشان تفضل معاكي يعني ثابته ومش واخده حيز كبير قوي. هنحط في الاخر برده كاتشب مايونيز برده عشان لما نقفل العيش يمسك على كل الحشوه اللي معانا بالشكل ده. مفيش. بصوا كده اهو تحفه. خلاص بالشكل ده. تعالوا بينا بقى نطلع اخر واحده برجر، نشيل بقى الجريل خالص. احنا كده من نص كيلو لحمه عملنا 5 سماش برجر بدون اي اضافات، لحمه صافي تماما. اعتقد ان ساندوتش واحد من ده يعني بمبلغ وقدره، فاحنا برضو كده موفرين. هبتدي اخد بقى ايه، انا كفايه قوي الثلاثه دول، خدهم كده واحط جنبيهم بقى واحد دبل بقى. الله. حط الاثنين دول كده تمام. هاخد عليهم الصوص او البصل المكرمل تمام بالشكل ده. ده كده ايه كنوع من التقديم عشان نعرف احنا عملنا ايه، ومش عايزه اداري قوي واحدة البرجر فوقيه بس كده. حلو قوي قمر.